السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا غاليين. مثل ما عودناكم بتغطية كل جديد في عالم السيارات جديداً لليوم، بالتحديد من صالة التركي للسيارات بمكة المكرمة، هم موزعين حصريين لوكيل سيارات جاك بالمملكة العربية السعودية شركة الجميع. فمعرض التركي للسيارات موزعين حصريين لشركة الجميع بمكة المكرمة، وبإذن الله في الأيام الجاية تتوفر جميع سيارات جاك ونستعرضها لكم بشكل سريع. اللي توفرت معنا لليوم كأول دفعة وصلت من شركة جاك وصلت GS3، سيارة SUV متعددة استخدامات، سيارة رياضية. بنشوف كامل مواصفاتها وميزاتها بشكل سريع. طبعا أغلب الزملاء اللي شافوا مواد مستخدمة أو شافوا سيارات جاك الصينية مدحوا في مواد مستخدمة في السيارة بالتحديد من ناحية الكواليتي، بالإضافة لجودة المواد مناسبة جدا. GS3 أصغر سيارة سيدان أو المعذرة أصغر سيارة SUV في اسطول سيارات جاك بشكل عام لحد الوقت الحالي، لكن ما تدري في الأيام الجاية احتمال يصنعون أصغر من هذه، فكل شيء وارد. بنركز في المواصفات بشكل سريع. فيات ستاندر لها عدة خيارات، فيات ستاندر ونصف والفول كامل أو فيات فول كامل وستاندر. بالإضافة للمحرك له عدة خيارات، محرك 1300 سي سي ومحرك 1500 سي سي. كل هذه التفاصيل بنستعرضها بشكل سريع. بحكم أن اليوم موجودة معنا في صالة العرض فيات الستاندر، طبعا موجودة بالإضافة فيات الفول كامل لكن بداخل الصالة، فبنستعرض في البداية هذه، بعد كذا نشوف فيات الفول كامل. في الواجهة الأمامية ما واضحة فيها ملامح انها اشبه بالسيارات اللي هي جاك، بسيارات جاك بشكل عام، نفس التصميم في الواجهة الامامية، خطوط من الكروم في الشبكة الامامية، بالاضافة اضاءة LED نهارية، وبالاسفل فتحات للتهوية، طبعا بدون كشافات لانها فيها ستاندر، لكن فيها الفول كامل اكيد فيها كشاف ضباب بشكل عام. خطوط موجودة على غطى المحرك تعطيك إيحاء حنها سيارة رياضية بشكل عام، بالإضافة كروم موجود على الرفرف بشكل عام على الجهتين كروم، وإشارات بالمرايات والدخول بالمفتاح أو بالريموت. طبعا فيها الفل كامل أكيد دخولها الذكي، بالإضافة اللي فيها فتح السقف، فيها مواصفات كثيرة نستعرضها بالداخل. بالخلف نشوف الجزء الخلفي لسيارة جاك الصينية. من ناحية ضمان شركة جاك، طبعا ضمان شركة جاك بشكل عام ضمانهم مناسب جدا. لعبت في الإضاءة فراح تتعب بعد كذا، إذا حركت الإضاءة راح تتعب بعد كذا من ناحية الإضاءة. في الجزء الخلفي حساسات خلفية، فتحتين عادم للأسف، لكن لأنها ديكور بالتحديد، لأن فتحة العادم بالأساس تجيك من الأسفل، بس فتحة عادم واحدة اللي هي هذه واضحة، خلينا أقرب الشاشة اللي هي هذه، فهذه اللي بالأعلى كلها ديكورات وحساسات خلفية، بالإضافة لكاميرا خلفية شعار GS3 وشعار الشركة جاك الصينية. بالخلف مثل ما ذكرنا جناح خلفي. جنوط اللي تجي على GS3 عدة خيارات لها، في منها 16 و17 و18. فئة الستاندر اكيد فئة ستاندر راح تكون عليها اصغر انواع المقاسات اللي هي 16 انش. تقييم استهلاك الوقود نوعا ما نقدر نقول بحكم انها SUV فتقييمه مناسب. كل لتر بنزين يمشيك 15.9 كيلو، التقييم ممتاز. بنزين 91، سيارة دفع أمامي 1500 سي سي، سيارة SUV متعددة الأغراض. بنشوف المساحة الخلفية، طبعا فتح غطى الصندوق الخلفي بهذه المنطقة، هذه الكاميرا الخلفية، وهذه هي غطى تفتح الصندوق من خلف. هذه المساحة الخلفية تقريبا 780 لتر تقريبا، فمناسب. بالإضافة فيها هذه الستارة الخلفية،
هذه حماية نقدر نقول، البعض يسميها حماية والبعض يسميها ستارة، فهي الغرض منها أكيد تغطي المنطقة الخلفية بشكل عام، المساحة الخلفية مناسبة مساحة بالخلف، لأن كانت المساحة بالأعلى أسفل الكشة أسفل الجناح الخلفي حماية للمساحة يكون أفضل. أسفل النوافذ أو على النوافذ خطوط من الكروم بالإضافة فيها هذا الجزء طبعا جاي باللون الأسود بالتحديد، كأنه طبقتين كذا، فمناسب نوعا ما. هذه بالخلف فتحات تكييف بالخلف، المساحة الخلفية لها بشكل عام مناسبة. خلونا نركب ونشوف. لا تجلس وانت مرتاح، اكيد المساحة الخلفية جدا مناسبة ان كانت للارجل او لاي جزء فهي مناسبة. هذه هي فتحة التكييف بالخلف، تحكم بالدركسون من منظور السائق بشكل سريع، مراتب جلد، خطوط من الكروم داخل السيارة، وهذا جلد أكيد، مقابض الداخلية كروم، نوافذ كهربائية طبعا، الجلد عليه تطريز باللون البني الفاتح والغامق، أنا أسميه عن نفسي لون بني، فأنتم مش تسمونه، كل شخص له مسمى معين، فهذه ألوان نقول مستخلصة، صعبة التسميات بالتحديد، فباللون البني طبعا أنا أقصد اللي هو صعبة التسميات اللون التطريز، ما باللون الجلد، الجلد أكيد ما نختلف عليه لون بني. مراتب كاملة من الجلد بالإضافة 6 وضعيات لمرتبة السائق، هذه تفاصيلها، وهذه هي بالداخل. دركسون للأسف طبعا ما هو تلسكوبي، يعني ما يطلع ولا يدخل، بس هو يتحرك للأسفل وللأعلى بوضعية واحدة، لو كانت تلسكوبية كانت أفضل. حاملات أكواب 2 هوب كولدر 2، الدركسون من جلد بالإضافة فيها في الستيرينج في عدة خيارات، مثبت السرعة على الجهة اليمين، وخيارات الميديا والصوت والبلوتوث على اليسار، شاشة بالتحكم باللمس فيها بشكل كامل، وشاشة بالإضافة بالوسط تحكم بعدد الرحلات والمسافات، وخيارات السرعة بشكل عام، السرعة 220 RPM 8 البنزين بالإضافة للحرارة، كلها خيارات متاحة فيها، وهذه ما شاء الله فيها الإضاءة جميلة جدا. هذه بالسقف، خلونا نشوف السقف، بيت للنظارة، إضاءات للسقف، فين فتح الإضاءة بحال فتح السيارة. طبعا أجر 6 سرعات تبترونيك. خيارات المحرك، في منها محركان، محرك 1500 سي سي، محرك 1500 سي سي، ومحرك 1300 سي سي تيربو. خلونا نرجع للخلف بس، ومحرك 1500 سي سي تيربو. المعذرة لخبط في نسبة المحركات، محرك 1300 سي سي تيربو، محرك 1500 سي سي تنفس طبيعي. فالمحرك اللي اليوم موجود معنا في محرك 1500 سي سي العادي، بالنسبة للي في الصالة محرك 1300 سي سي. نذكر تفاصيله، 1500 اربع اسطوانات دفع امامي اكيد، الاحصنة فيها 114 والعزم 150 نيوتن. تفاصيلها بشكل كامل، الجنط طبعا الجنط توفر منها عدة خيارات، 16 و17 و18، فتر ستاندر اكيد متوفر منها 17. الارباقات في السيارة اكيد للسائق والراكب فقط، وللأسف الشديد بالخلف اكيد تثبيت لمرتبة الاطفال، خيارات
خيارات الشاشة هذه، فتحة التكييف، كروم موجود حول المكيف، وهذه للمساحات، وهذه أكيد للإضاءة الخارجية. مانع انزلاق ونزول والتحكم بالنزول من المنحدرات، التحكم بالإضاءة الخارجية والداخلية، والتحكم بالنوافذ، نوافذها كاملة كهربائية، فيها قفل المركزي بشكل عام، الريموت بهذا الشكل. خلونا نطفي السيارة، وهذا الريموت، هذا الريموت والمفتاح، هذه مساحة تخزين، تحكم بالمكيف بشكل كامل، طبعا لمس المكيف تحكم به لمس، هذا التحكم بوضعيات القيادة، فيها عدة وضعيات الايكو. بالنسبة للفل كامل يظهر معك العادي والايكو، تقريبا ثلاث وضعيات هي. في النهاية أتمنى تغطيتنا عن السيارة بشكل كامل، أتمنى التغطية نالت على إعجابكم. لا تنسون الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، هذه المفروض أقولها في بداية الفيديو لكن للأسف راحت علي. فبالنهاية لا تنسون الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات أراكم وتقييمكم للسيارة من 10. مساحة التخزين طبعا جدا مناسبة هذه، يوم إني خرج للإضاءة طبعا السيارة وضحت بشكل كامل، فيها مدخل USB أو UX، بالإضافة فيها ولاعة. في أمان الله.